بلد مش ناقصه يعني، مش ما عملناش كل حاجه خالص، برنامج الرقاصه. وبعدين البرنامج ما ينفعش ان اساسا حاجه زي كده تخش البيت او كده، وحاجه ما تعودناش عليها، حاجه ما تعودناش عليها، حاجه زي كده اساسا ما ينفعش انها تخش البيت. بس طب شايف ان هو في نسبه مشاهده حتى من اول حلقه الناس تابعته رغم ان هي بتنتقد ان يبقى في برنامج زي ده؟ عشان هو حاجه غريبه بس حاجه جديده مش اكتر، لكن هو هيبقى مرفوض، حاجه زي كده هتبقى مرفوضه اكيد في البيت يعني، او للناس اللي هي محافظه هيبقى الموضوع ده هيبقى صعب عليهم. ممكن البرنامج يبقى فيه مواسم تانية ولا شايف ان ده ممكن؟ لا هو حلو اول حلقة بس، كفاية اول حلقة بس. شايف ان هو برنامج ممكن يكون كويس، ممكن يبقى حاجة جديدة لينا ان احنا نتفرج على حاجة زي كده، او نكتشف راس الشرق في بلدنا. بس راس الشرق على حق، مش اي حاجة خالص. تمام، انت مش ضد فكرة ان يبقى فيه برنامج زي ما بيكتشفوا الغنى يكتشفوا راس الشرق؟ لا يعني هو موجود كده او كده موجود، تمام كده كده هو موجود، بس احنا عايزين نعمل الشباب يعني، تمام؟ تمام. ولا حرام ان هو يتذاع في اي بيت. تمام. طب رأس الشرق كان موجود من ايام زمان، والناس بتتفرج عليه في الافلام السينمائيه الابيض واسود. شايف ان ايه اللي اختلف عن ان هو يبقى في برنامج بيتكلم عن كده، وان في افلام سينمائيه كانت بتتفرج عليه؟ الافلام السينمائيه المنظر في فيلم كام دقيقة؟ ما يعديش الثانيتين أو 10 ثواني، إنما ده ممكن يقعد ساعتين البرنامج ياخده. فده حرام، لحد مثلا لو ما فيش نسبة مشاهدة فيها أطفال بيتفرجوا هيقلد. البرنامج أصلا ما ينفعش يتعمل في مصر، لأن كده بيشجع البنات كلها إن هم يبقوا رقصات، وإحنا كده إحنا المفروض إحنا مجتمع شرقي، مجتمع مقفول علينا، ما ينفعش إن إحنا نبقى كده. كل واحدة تطلع ترقص تطلع فرح ولا بتاعت تروح تعمل لها تخش في برنامج وتقول لك انا رقصت. مفيش رقص بعد رقص الشرق اللي راح، مفيش تاني. انا ده انا ما بعترفش بحاجه اسمها رقص. انت شايف ان في اختلاف ما بين الرقص بتاع زمان بتاعتها اليوم وافلام السينما اللي قديمه؟ رقص محترم دلوقتي، مفيش رقص محترم. زي القرارات اللي بيجيبوها لنا، يجيبوا لنا واحده يعني استغفر الله العظيم، يقول لك دي مش عارف منين بتحترم ايه، وهي الاطفال الصغيره دلوقتي بقت بترقص تتعلم منهم، ودي حاجه مش كويسه يعني. مفيش النهارده حد ما بيرقصش، لكن الرقص يعني رقص كلام فارغ ما ينفعش. دي الرقص ده مكان النجوى فؤاد وتحت اليقطة واللي قبلها واللي قبلها، كان لما كان بيبقى عيبني بيوقفوها على طول. دلوقتي مين بيقول؟ دلوقتي كل القنوات بتشتغل على المسخرة.